بكم أعزائي متابعي راديو الأهرام وحلقة جديدة من برنامج أسواق دوت كوم. وإحنا النهاردة بمناسبة مولد النبوي عاملين حلقة دي عن أسعار حلوى المولد، وزي ما إحنا تعودنا إننا بنحتفل بالمولد النبوي بالشراء الحلويات، وعشان كده قررنا نتكلم عن أسعار الحلويات. بس ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5-7% السنة دي، ده بحسب ما أكدوا لينا خبراء السوق، واللي برروا الزيادة دي بسبب أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور العاملين وغيره من الأعباء اللي بيدفع ثمنها المستهلك لوحده. وعشان كده بننصحكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام إن زي ما في محلات الحلويات الكبيرة اللي ليها اسم معروف، في محلات مش معروفة وأسعارها أقل بكتير وبتبيع نفس المنتجات بنفس الجودة، أنت بس اللي بتدفع لمجرد إنك بتقرر تشتري من محل معروف. كمان المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طرحت عبوات اقتصادية بأسعار بتبدأ من 65 جنيه للعبوة دي للاتنين كيلو، أما في المحلات الكبيرة بتبدأ العلبة فيها أقل حاجة 240 جنيه وبتوصل ل3750 جنيه، وفي المحلات الشعبية فبتبدأ العبوة فيها من 45 جنيه لحد 400 جنيه وبيبقى فيها من 7 قطع ل22 قطع. والأسعار السنة دي المشمشية جوز الهند ب21 جنيه، والبسيمة بندق ب52 جنيه، والنوبة ب14 جنيه، والشكلمة ب24 جنيه، والفولية ب35 جنيه، والحمصية ب18 جنيه، أما الفستقية ب56 جنيه. والملبن بقى ففي أنواعه، اللي بعين الجمل بيبدأ أسعاره ب32 جنيه، واللي بالبندق من 30-60 جنيه ده حسب الحجم طبعا، وأقراص الحلوى بتبدأ أسعارها من 13 جنيه ل26 جنيه حسب نوعها برضو. وفي نهاية حلقتنا بنتمنى لكم يوم جميل وتسوق ممتع مع برنامج أسواق دوت كوم. استنونا في حلقات جاية عشان نعرف أصل السعر بكل سلعة. معاكم سماح الجمال.